السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسماء من قناة Everything with أسماء. اليوم جيتكم بفيديو جديدة، ولكن قبل كل شيء حبيت نعمل هذا الفيديو مع تعاون مع صديقة وأخت عزيزة جزائرية أيضا، عندها قناة اللي اسمها وصفتي الناجحة. هذه هي، دونك هي ما عندهاش بزاف من اللي بدات، هي عندها بريسك اموا يعني شهر فقط. ف انا لي بروبوزيت لها انه نعملوا اشتراك، لاني لقيت انه قناتها تستاهل كل خير وتستاهل دعمكم ايضا. احنا الجزائريات يعني نستاهلوا ندعموا بعض. دونك ها هي وصفاتها، يعني لقيتها انسانه رائعه وايضا تستاهل انكم والله تدعموها. فنرجو من كل وحدة تحب أسماء حقا تروح تشترك في قناتها وتشوف يعني وصفاتها، والله تستاهل فعلا، راني نقولها ونعاودها. دونك هذه هي، بلا ما نطول عليكم اكثر من هذا، هي راح تدير لكم كيكة للاعياد الميلاد، اكيد راح تكون هايلة بزاف لانها كل مرة تبدع. دونك هذه هي، وان شاء الله كما قلت تشتركوا. ما تنساوش هنا الضغط على الزر الاحمر، وكيما نقول دائما انه هذه ماهيش قناتي، دائما ندخل في الميكرو من قناه زوجي وندير هكا دعم لصديقاتي. دونك هذه هي، نتمنى ان تشتركوا في قناتها وبسلامه كامل ونموت عليكم. انا اليوم حضرت لكم خبيزات هايلين بزاف، خبيزات بالزيتون والبصل، بالك بزاف تعرفوهم ولكن هم بطريقتي الخاصه شويه. دونك واش نحتاجو بلا ما نطول عليكم المقادير، هنا نحتاجو اكزاكت الى حوالي 450 غرام من الفرينه، هكذا احسن بالغرام. عندنا هنايا دو ياغورت ناتور، عندنا هنايا عفوا دو ساشي تاع ليفور شيميك ماشي خميره الخبز، عندنا زوج بيض، هنا عندنا هذه بصله قليتها شويه في الزيت، عندي هنايا زيتون، اذا عندكم زيتون بدون نواة احسن، انا هذا كان بالنواة لكن قطعته. عندنا هنا الى حوالي ملعقه صغيره من الملح. تقدروا هنا تضيفوا مثلا حبه الحلاوه، تحبوا سانوج، الاعشاب المعطره، ولكن انا هادو كامل ما نحبش النوع تاعهم، دونك راح نديرو هكذا عادي جدا. الوغ نبداو بطريقه التحضير باذن الله. راح نبدا نحط، انا راح نحط انحنا العجنو بالعجانه لانه ما عنديش الوقت، وانتم عجنو بيديكم ولا كيما حبيتو. راح نحط الفرينه تاعي، نحط دو ساشي تاع خميره كيميائيه، نحكي ساعات بالفصحى العربيه لانه في بنات يقولوا لي ما نفهموش عليك من دول اخرى. هذه نحطوا الملح حوالي ملعقه صغيره، نخلط شويه. في هذا الوقت تقدري تضيفي مثلا حبه الحلاوه كما قلت اللي تحبي السانوج ايتو. هنا نحطوا الياغورت، انا نحب بزاف الخبز او الكيكات بالياغورت ناتور لانه يخفف درجه كبيره هو وال يعني البن و هكذا. دو ياغورت ناتور نخلط، راح نحط البصل نخلط شويه، نحط البصل، نحط يعني كلش نخلطو في بعض، نحط الزيتون، متنساوش بلي الزيتون انا نحيتو شويه الملح. نضيف الان البيض، نبدا نعجن. انا حنحطها تتعجن حتى تولي طريه. وهنا فهمكم حاجه، ما ناش حنضيفوا الماء، اذا لقيتوها جاتكم عجينه طريه حسب يعني الوحده تاعكم الفرينه تاعكم يعني عادي جدا ما تزيديلهاش خلاص الماء. اذا حسيتي روحك انها مازالت ما طراتش زيدي لها، ضيفي لها شويه ماء، نحطها تتعجن في العجانه ومن بعد راح نرجع لكم. بعد ما عجنتها لمده 5 دقائق، هاي ليكم كيف تجي يعني تجي طريه بزاف. دونك واش راح ديري، راح نحط في البلون دو طرافاي تاعي شويه فرينه وننزلها باش نطمها يعني نلمها
تجيكم تلاصق بزاف. هنا ما ضفت الماء، يعني ما ضفتش خلاص الماء، ملاحظة باش تحطوا في بالكم. راح نحط في البول تاعي الفارينة باش ننزعها اللي بقى. ونحاول نجمعها، ولكن خليها طرية أمام، يعني تتجمع لي فقط. أنا حندير يديا بالفارينة باش ما يبقاوش يتلاصقوا، ونرجع لكم. لمها قدامكم، يعني حطوا يديكم شوية هكذا صوابعكم في الفارينة، حاولوا تجمعوها، يعني ما تيبسيهاش. كل ما تضيفي الفارينة ما تيبسيهاش. لا، كل ما تحسي انها تحتاج زيدي لها حتى تتماسك شويه، ماشي بزاف بزاف. ثم حبسي، قيتيها ما عادش تلصق في البلون دو ترافاي تاعك. ديما قلنا الخبز ولا اي شيء من هذا نتعاملوا معاه بهذا الشكل. نظن انا راهي خلاص يدي راهم دايرين حاله، دونك حبيت نعزنها هكذا قدامكم باش للمبتدئات اللي ما تعرفش. معليش، فوالا خليها هكذا، راهي صافا هكذا، ما راهيش تلصق. هادو من بعد راح فريمون تجيكم تتلاصق بزاف. دونك نجمعها هكا شويه وخلاص. كما راكم تشوفوا راهي ماهيش غادا تلصق بزاف في البلون دو ترافاي. راح نخليها ترتاح وين تضاعف شويه في الحجم، يعني ترتاح ابوبري حسب لا تمبيراتور امبيون تاعكم تاع المطبخ او شيء من هذا. ومن بعد نعاود لكم. هنا بعد ما يعني خليتها ارتاحت تقريبا ساعه غير ربع، دونك هنا درتها دوائر، درتها على اربع دوائر، ودهنت الصينيه تاعي بالزبده، ونحط هكذا في كل نحطهم هكا شويه دوائر دوائر، تكون شويه رقيقه ما تكونش بزاف يعني سميكه. ومن بعد راح نحطهم في الفرن. ملاحظه فقط، اللي كان يعني جاتك شويه صعيبه في الطرحه تاعها، بلي يدك هكا بشويه ما، ومن بعد يعني بسطيها وتكون شويه ماهي رقيقه بزاف وماهي سميكه بزاف. حطيها على 180 درجه. انا راح نحطها درك ومن بعد راح نرجع. هام ليكم الخبيزات تاعنا بعد ما طابوا، راكم كيما راكم تشوفوا راهم يعني طريين وهشيشين. دونك راح نقص لكم وحيده وان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. هاو ليكم بعد ما قصيتها كيفاش، عفوا كيفاش من الداخل. فوالا، ها هو البصل والزيتون يبانوا يعني روعه. تقدروا تكثروا كميه الزيتون كيما حبيتوا، او كميه البصل ثاني تقدروا تكثروا فيها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. انا جاوني اربع خبيزات صغار، والاخرى راهي هنايا راهي طيب. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وما تنساوش تشتركوا في القناه ليصلكم الجديد.